فعلا ما بقاش ماهر بتاع زمان. وايه الجلابيه اللي انت لابسها دي؟ محدش بيعمل العمايل اللي انت بتعمليها دي. هنكفر ونعترض. يا بنت انا غلبت معاكي. بقول لك ايه، خليكي في حالك انت وما تتكلميش. يا بار عليكي. بصي يما انا مش طايقه عيشتي، لو سمحتي خليكي انت وابويا في حالكم، ما تكملوش عليا. يابا انا بقيت حاسه ان انا مجرد خدامه، انا لسه صغيره وعندي مشاعر واحاسيس. خليه يطلقني. انا حاولت بس خلاص مش قادره استحمل الوضع ده اكتر من كده. بس هو يعني اللي حصل ده مش غصب عنه؟ لو هي بس تقعد مع نفسها كده شويه وتلفها في دماغها هتلاقي ان هي كبرت الموضوع ده كله. انا طلعت من البيت زهقان فجيت لك على هنا على طول. الواحده مننا لما تلاقي جوزها في الرايحه والجايه بيغازل فيها ويدلع فيها، انما فجاه كده تلاقي جوزها مش شايفها حتى. تعبنا معاك كلنا، وبعدين بقى فاكرين انتي بتعمليه ده، وانا قرفت مبقتش عارفه اعمل ايه. يا بنتي حرام عليك، جوزك غلبان ما ادكش انتي بتعمليه فيه ده. يما انا زهقت بصراحه. الارض موقعها جميل جدا وممتازه، بس يا عم ده احنا هنتكلم في السعر. هيبيعها ازاي وابنه متمسك بيها؟